باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ومحبته من الاب ولدهر الدهرين امين. ازيكم؟ وان شاء الله كلكم تكونوا بخير. اعتذر انا حقيقه ما نمتش الليل كله لغايه دلوقتي يعني مش عارف ليه. ما يعني ما عرفتش انام و يلا يعطي احبائه نوما وانا لسه ما اتحسبتش من احبائه باين فما كانش في نوم. يمكن عيل هم اللقاء النهارده ابونا امبارح ابونا داود كلفني اتكلم عن موضوع يعني كان المفروض يديني حاجه يعني تكون سهله اعرف احضرها اعرف اتكلم فيها. موضوع عن التواضع في الخدمه الاتضاع في الخدمه ودي مش موجوده يعني فقد الشيء لا يعطيه. وشفتوني شخطت في الراجل نشفت دمه عشان خاطر جاب لي كرسي غير الكرسي اللي انا كنت عايزه فيعني عمليا. لكن قلبت كده في الانترنت وطلعت شويه كلام عن الاتضاع. الاتضاع الحقيقه المفروض ما يتحكيش. الاتضاع في الخدمه يعاش. فثوب الاتضاع هو الذي لبسه ربنا يسوع المسيح له كل المجد ونزل به إلينا على الأرض، وهو الذي ظهر به في فترة حياته كلها من بداية وجوده في بطن أمنا العذراء مريم حتى صعوده إلى السماوات. فهو الوحيد المتضع، وهو قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فالاتضاع هو تنازل من مستوى إلى مستوى. الوحيد اللي يتنازل هو ربنا يسوع المسيح، من مستوى أخلى ذاته أخذ شكل العبد شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. طب وانا وانت هنتواضع او هنتضع هنعمل ايه؟ احنا مستوانا هنا مش هنا، ده هنا. هنتواضع نبقى ايه؟ التراب هيتواضع يبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ تراب. تراب هيتواضع يبقى طب هيتكبر يبقى ايه؟ تراب برضه. فالحقيقه الشخص الوحيد الذي تواضع هو مسيحنا القدوس. ولو هنوصف حد من البشر نقول أمنا القديسة الطاهرة العذراء مريم بعد أن علمت بخبر الحبل للقديسة إليصابات هي أم الله أم ابن الله. هي التي اطفي يا بنتي الله بتاع النور بتاعك فيه. سمعتيني؟ ايوه. امنا القديسه الطاهره من نور مريم راينا مثل رائع جدا عندما ذهبت بسرعه الى إليصابات ولدينا المحادثه الجميله والرائعه الحلوه جدا. من فضلكم ما بتحملش النور بتاع الكشافات. من فضلكم المحادثة الجميلة جدا والرائعة. من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي والعذراء مريم تقول نظرة إلى اتضاع أمته هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. هي دي الصور الحقيقية للإنسان المتضع. وكان أيضا إنسانا متضعا، تعلم من سيده، هو اعتمد بالروح القدس في بطن أمه. وعندما بدأ كرازته وتحدثوا معه عن السيد المسيح له المجد قال ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص، أنا لا أستحق أن أنحني وأحل سيور حذائه.
تعالوا نوزن نفسينا يا أحبائي مع دول المتضعين دول. في ناس بتتواضع، اللي بتتواضع دي حكاية تاني، يعني تعمل نفسها انها في مكان كبير وهي بتتنازل، وانت وانا واحنا ولا شيء ولا شيء بالمرة، لولا نعمة الله التي فينا، نسمة القدير وروح الله القدوس الذي فينا، ما كنا نساوي شيء على الإطلاق. لو جرينا في إنجيل لوقا 14 عدد 8 بيتكلم عن المتكئات، متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، وكمل لحسنيش حد أكرم منك، يقول لك ارجع ورا ويطلع التاني. اختار المتكئ الأخير يا صديق، ارتفع إلى فوق، حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. المتكئ الأول والمتكئ الأخير ليك أيها الحبيب، أيها الأخ الخادم. امبارح بالليل كنت في حفلة في نقابة المهندسين في جنة بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، كان معايا أحد مدير شيخ مدير الأوقاف وزارة الأوقاف الإسلامية، هو رجل أمير وحلو كده، وقال لي هتقعد فين؟ قلت له هقعد هنا، كنا في الصف الثالث أنا وهو، دخلنا ورحنا قعدنا في الصف الثالث، قعدة حلوة جميلة قوي. والنقابة كل القيادات خناجات، لازم نقعد في الأول، وإحنا الاثنين مصرين نقعد في الصف الثالث أو نقعد ورا، وأصر له إصرار شديد جدا، وإحنا تقول لي يلا يا فضيلة الشيخ نقعد من قدام بس، وأنا طالع قلت يا سلام يا ربي، كلمتك لا تسقط أبدا أبدا أبدا. اختار المتكأ اللي من ورا وشوف ربنا هيعمل ايه معاك، اصل هو كلمته حية وفعالة، كلمته ثابتة، كلمته نافذة. ياللي عايز صبها انت امين الخدمة وانت المسؤول وانت الكبير وانت اللي يرجعوا لك، وانت 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 مقدم كل خدماتك وانت في المتكأ الاخير، تنال كرامة في عيني كل اخواتك وأخواتك من الخدام، وكرامة لدى الله القدوس أولا وآخرا. يقولوا المتكأ الأخير عاملين زي إيه؟ قمة وقاع، وعطايا الروح القدس مثل المياه، المياه تقف على القمة ولا تتجمع تحت؟ تتجمع تحت في المتكأ الأخير، كل الناس تجري، كل الخير كل البركات تجري عند المتكأ الأخير. لكن اللي قاعد في الأول وقاعد من فوق وشايف نفسه ان هو يقدر ويقود ويعلم وينشر ويفسر، يا خسارة. ما الانترنت دلوقتي أكثر واحد يفهم، وأكثر واحد يجاوب على أسئلة، وأكثر واحد يقول ويعيد. وزمان حكاية حكاها لي نيابة الأنبا ساويرس، ربنا ينيح نفسه، رئيس الدير المحرر، بعد 22 يوم من وصوله الدير كان حافظ الألحان وحافظ التسبحة تمام، فدخلوا الآباء الشيوخ لنيابة الأنبا أغاصن الله ينيح نفسه كان رئيس الدير بس، وقالوا له يا سيدنا عايزينك ترهبل لنا الاخ فلان، فقال لهم ليه؟ قالوا اصل حافظ التسبح. فراح هو خلى الاخ الخادم اللي موجود معاه، قال له يا فلان، قال له نعم، قال له هات لي الريكوردر من جو، راح دخل جاب الريكوردر،
قال له شغل لي شريط التسبحة. شغل شريط التسبحة. قال له ايه رأيكم يا أباط؟ قال له كوردر بيقول التسبحة ما بيغلطش في ولا كلمة ولا هزة. فقلبه قال لهم احنا عايزين راهب متضع يكون حافظ التسبحة، مش واحد حافظ التسبحة وما يعرفش حاجة عن الاتضاع. احنا من راهب اللي قدر طيب، مش بالمعرفة ولا بالحفظ ولا مطلوب ان انا ابحث، مطلوب ان انا افحص، مطلوب ان انا اذاكر، مطلوب ان انا احضر، مطلوب ان انا اتامل، لكن لكي يعطيني الرب نعمه في اعين السامعين ولكي اشبع مسامع السامعين ولا اطرب مسامع السامعين. تاني، لكي اشبع مسامع السامعين ولا اطرب مسامع السامعين، لانه الطرب طب ما هو الاغاني بتطرب والترانيم الحلوه بتطرب احيانا تبسط، لكن اشبع بالكلمه، كلمه الله وجدت كلامك حلو كالشهد فاكلته. يا سلام لما انا اشبع مسامع السامعين. اخ الخادم، اخت الخادمه، اهرب من المتكئ الاول، كن دائما في المتكئ الاخير. مسيحك يجلس بجوارك وأنت في المتكئ الأخير. خد بالك، سيد المسيح كان معزوم عند حد من الفريسيين وعزم له الناس الكبار والناس اللي كده فاهم ان السيد المسيح له المجد هيفرح ان علية القوم جايين يرحبوا بيه. قال له لا، اذا صنعت غذاء او عشاء فلا تدع اصدقائك ولا اخوتك ولا اقربائك ولا الجيران الاغنياء لئلا يدعوكم ايضا فتكون لك مكافأة. اذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدع العرج والعمي فيكون لك الطوبة، إذ ليس لهم حتى يكافئوك لكي تكافئ في قيامة الأبرار. في لوقا 14 أيضا عدد 12. إيه ده يا رب؟ أيوة العزومة بتاعتك عزومة روحية. أحيانا واحد كده يعني يفرح بعلية القوم الحاضرين العزة بتاعته، يا سلام، ناس فاهمة وناس واخدة بالها وناس يعني مذاكرة وناس بتتجاوب وناس 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 وناس، بس انت المفروض تجيب الجدع والمكتسحين والعميان والذين ليس لهم احد يذكرهم، علشان ليس لهم ما يكافئونك به. من احلى واجمل المؤتمرات اللي بفرح بيها، طبعا مؤتمركم عظيم جدا واحنا بنقول عشان ننزل ننزل للناس دول، مؤتمر الصم والبك. يجي هنا ابونا شنودة ربنا يديله الصحة، هو سامع انه بعافية شوية اليومين دول، ربنا يديله الصحة، هو وتصوني ومعاه ابونا انطونيوس باين ولا ابونا مين ومعاه، وايه مع الصم والبك، ودول اللي هيقولوا له متشكرين ولا هيقولوا له ايه، يقعد يخدم فيهم، ولا المكفوفين ولا المسنين، هم دول اللي السماء هتقول هم دول اللي تعزمهم، تعزمهم، وهم دول اللي مسيحنا ترك التسعة وتسعين وذهب يبحث عن الضال المكسح ولا اللي واجع ولا اللي مكسور. اوعى تفرح، اوعى تفرح بالحلوين اللي موجودين معاك جوه الفصل بتاعك ولا جوه الاجتماع بتاعك، افرح بالحري لما جيب البعاد. ودي كلمة حبيبنا الغالي المتنيح اللي مش قادر اقول عليه متنيح، الانبا كراس. اوعى يكون عينك على جوه الكنيسة، لا، عينك على اللي بره،
الإنسان المتضع الحقيقي أو اللي بيمثل مسيحه يجول يصنع خيراً ويذهب إلى القرى المحيطة والمجاورة. عشان إيه؟ الناس عايزينك هنا كتير، ده أنت شعبيتك جبارة هنا. لا، لنذهب للقرى المحيطة نجيب الخراف الذين ليس لهم أحد يذكرهم، ندور عليهم ونفرح بيهم. اوعى تفرح بالجماعة اللي يعني يسجفوا لك، اوعى تفرح بيهم لألا تكون قد استوفيت أجرك. دي تبقى مشكلة خطيرة جدا عليك. ابحث عن المتكئ الأخير أيها الحبيب، ابحث عن الذين ليس لهم أحد يذكرهم واذهب إليهم واخدمهم. حبيبي الغالي الأنبا كراس قبل ما يروح المحلة قعدنا قعدة مع بعضينا وقال لي تنصحني بإيه. المحلة إبرشية عريقة وجميلة جدا، ولكن كانت مجموعات، يعني دول تبع فلان ودول تبع فلان ودول كده يعني. فقلت له أنبا بخميوس ربنا يديله الصحة المطران المكرم أنبا بخميوس، قال لي وانا رايح سيوليا عشان اخدم هناك. طبعا اللي بدأ خدمة سيوليا ابونا داود ربنا يديله الصحة، وانا طلعت على حسه يعني. فقال لي، بقول له سيدنا تنصحني بايه؟ فقال لي النصيحة اللي انا قلتها للأنبا كراس قبل ما يروح المحل. قال له يا ابونا انطونيوس، ده أنبا بخميس كان اسمه ابونا انطونيوس، لما تروح هناك اغسل رجليهم وما تبصش لوشهم، اغسل رجليهم وما تبصش لوشهم، يعني ما تنتظرش رد فعل، ضحكولك ولا كشروا في وشك ولا مدحوك ولا ذموك، اغسل رجليهم، اغسل الوسخ بتاعهم، نظف ليهم رجليهم وما تبصش على وشهم، هم فرحانين ولا هم زعلانين؟ تقول له هي دي، ما عنديش غيرها. روح اذهب واغسل رجليهم للناس اللي هناك وما تبصش لوشهم، وده اللي عاش بيه طوال فترة خدمته. كنا نخدم كده شوية مع بعض هنا، لكن الحقيقة نفذها بحذافيرها مع كل الناس. كان يغسل الأقدام ولا ينظر للوجوه، مدحوه ذموه شكروه، اعمل اي حاجة. وانا اقول لك ايها الحبيب وايتها الحبيبة، وانت تخدم اغسل قدمي مخدومك ولا تنظر الى وجهه. انها نصيحة ابونا قداسة البابا كيرلس السادس القديس. عندما تغسل القدمين ولا تنظر للوجه، نعم مسيحنا غسل أقدام تلاميذه تهيئة للصليب والقيام. خدوا بالكم، إن غسلت القدمين هتقدر تتحمل الصليب وتفرح بالقيامة. ياللي بتسألني إزاي أعرف إن ربنا راضى عن خدمتك ولا لأ، اغسل القدمين هتقبل الصليب وتفرح بيه من أجل السرور الموضوع. ايه هو السرور؟ ايه هو السرور في الصليب يا رب؟ ايوه، هرضي الآب، هحرر ولادي من الخطيه، هفتح باب الفردوس تاني، هفرح كل خليقتي بالابديه. يا سلام، هو ده سرور. طب والمسامير والطعن والشوك؟ لا برضه ده سرور سهل. ما انا غسلت قدمي تلاميذ، حتى الخايل غسلت قدمي. نفرح بالقيامة، نفرح بعطايا الله لينا، نفرح بالثمر المتكاثر اللي يدعونا ربنا في خدمتنا. اغسل القدمين، دور على كل الناس محتاجة لغسل القدمين.
مش حلو ابدا تجامل واحد بيغلط حتى لو هو اللي بيمول الخدمه، حتى اللي هو اللي فاتح بيته للخدمه يكون بيعمل غلط. اغسل قدميه، اغسل الغلط اللي بيعمله وما تخافش. غاسل الاقدام مسيحنا هو اللي بيمد ايديه يغسل قبل ايديك، هو اللي بيشيل قبل انت ما تشيل، هيسهل عليك ويحمل الصليب مكانك وانت تفرح بس بالقيامة. بنهرب من غسل القدمين، بنهرب من الخدمة الشاقة المتعبة، بنغسل احيانا القدمين وننتظر الشكر، نقول عملنا وعملنا وعملنا وما فيش تقدير. لا يا حبيبي، هو انت بتعمل لمين؟ انت بتشتغل لمين؟ تشتغل للناس ولا لنفسك؟ ولا انت بتشابه مسيحك؟ انت بتعمل عمل مسيحك، اعمل عمل المبشر. اغسل القدمين وهي علامة أولاد الله. كل اللي بدأوا بخدمة غسل القدمين نجحوا. ولا تنظر إلى الوجوه لحسن تسمع حاجة تتعبك، لا تنتظر، لا تنتظر لكي ما يمدحوك أو يشكروك. مسيحنا قال في يوحنا 13: أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. إيه يا رب ده؟ إيه العظمة بتاعتك دي يا مسيحنا؟ هو ده مسيحنا، مسيحنا المتضع، مسيحنا المتواضع، مسيحنا اللي عايزنا كل واحد فينا نبقى مسيح، كل واحد فينا وكل واحدة فينا مسيح. وأنبا كراس دايما اجتماع الخدمة يقول أنت صورة المسيح، أنت الإنعكاس قدام المخدوم عن المسيح إلهنا. أنت المسيح بينور عليك وينعكس الضوء على المخدوم فيرى المسيح فيك وفيكي. يا ترى احنا كده فعلا ولا احنا في المكان الحلو والمكان المكيف والمكان اللي مواصلاته سهلة والمكان والمكان؟ صدقوني يعني انا مش كبير قوي في السن، لكن ايام الطلبة كنا نسير على اقدامنا في القرى اللي بنخدم فيها بالثمانية كيلو وبالعشرة كيلو، رايحين نسبح ربنا ونقول تراتيل وراجعين. انا مرة ذاكرت مواد وانا رايح في الطريق وارجع احل الحل اللي قاعدين على المكاتب مش عارفين يحلوا. قاعد بذاكر رايح في الثمانية كيلو، بقى باخد لي حوالي ساعة ماشي، ساعة ونص اقعد اذاكر وبتركيز، وحاجة جميلة جدا. دلوقتي كل الخدمات العربية من الباب للباب ومش عاجبنا، وبعدين عربية مكيفة توصلنا وتجيبنا، وبعدين وبعدين هنغسل القدمين امتى؟ وهنشتغل امتى؟ ونبقى صورة المسيح إلهنا امتى؟ غسل القدمين في الخدمة ونوعية المخدومين، وغسل القدمين بنقولها لنفسينا. أبونا الكاهن الذي يعرف أن يغسل قدمي المعترف عنده هو ده اللي ناجح. أما اللي يلكلك مع اللي بيعترف عنده وما يغسلش قدميه يبقى الاعتراف يقول لك زي ما دخلت زي ما طلعت. غسل القدمين ده مطلوب من أبونا الكاهن، وغسل القدمين من الخادم بتعليمك وبعظاتك الممسوحة بالروح القدس. والكتاب قال أنتم أنقياء
لسبب الكلام الذي كلمتكم به. يعني سبب كلمة ربنا اللي تطلع من بوجك وتطلع من بوجك يتقدس الذي أمامك ونغسل قدميه. وكل إنسان مسيحي يستطيع أن يغسل أقدام الآخرين بالمحبة المسيحية الحقيقية. المتضع دايما باذل، يبذل نفسه، يبذل نفسه، مفيش حاجة عنده غالية على الخدمة في أي وقت، في أي وقت. ما يتلككش، أصل أنا واخد دور برد، أصل أنا عندي امتحان مراجعة بعد كام يوم، أصل أنا مزنوق اليومين دول والحتة دي بيجي فيها لبش، ما اقدرش أطلع الخدمة، أصل أنا مش عارف المواصلات صعبة عليا والصداع دلوقتي ويومين ايه، وعملت تلكت ليه؟ ابذل. اما بذلتش نفسك في الخدمة يبقى خدمتك بعد فضلة، وربنا ما يحبش الفضلات على فكرة. كتير ناس تفهم انها تدي ربنا بس بعد ما تغنى قوي، يبقى غنى زيادة فتدي ربنا، وفهم انها بتدي ربنا ما يحبش الزبالة. يفرح بمين؟ باللي حطت الفلسين من أعواذها، أعطت كل ما عندها. هو ده البذل، هي دي الإنسان المتضع البذل. ادي من أعواذك، أعواذ الوقت، أعواذ الصحة، أعواذ المادة، أو أعواذ الفكر، أو كل شيء. ما بذلتش يبقى متأسف. ما أجمل خدمة أبائنا. كان أبونا مثلث الرحمات الأنبا دوماديوس وهو على العجلة بتاعته، مطران الجيزة، كان على العجلة 22 سنة ولا 23 سنة، لا يسمع بأحد من أولاده مريض إلا ويروح يزوره في المستشفى ويشيله فيه بالعجل ويحطه فيه وبتاع، يروح يزوره، يسمع ان فلان عنده كه يروح. ايه ده؟ اصل هو ده البذل، ده البذل. ما اداش لنفسه عذر ابدا. انت خادم وانت خادمه، وكلنا باسم الصليب شباب، ويجدد مثل النسر شبابك. ابذل، ابذل مجهود وانت بتخدم، وما تخافش. قال كوب ماء بارد ايه؟ فقط فيه قاف طه، ده كوبايه ميه بارده فقط، بس بس، مش كوب ماء بارد يعطى عنه، لا، ده قال كوب ماء بارد فقط لا يضيع اجره. انت عملت بمحبه ومسيحك هيفرح بيك ويقبل محبتك. خد بالك، المتكئ الأخير يبقى مكانك على طول. خد بالك، اسأل عن الذين ليس لهم أحد يذكرهم، اذهب إليهم ودور عليهم. اخسر رجلين مخدوميك، اخسر رجلين مخدوميك ولا تنظر إلى وجوههم. قدم محبة باذلة من الأعواذ مش من الفضلات والبواجي. إن عملت كده مسيحك يفرح بيك ويفرح بخدمتك، ويقول لك كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك، لإلهنا المجد والكرامة ولا يزال السجود من الآن والأبد. أمين.